إذا بدك توجه رسالة لحلا رجب هلا على الكاميرا شو بتقول له؟ بدي له ديري بالك على هالولد اللي ببطنك. لا ما بدي وجه لها هلا، بس ارجع على البيت بوجه لها رسالة. بما انك حكيت عن تيم فبدنا نقول لك الف الف مبروك، ان شاء الله هيك رب عزكم ودلالكم، ويعني مبينه الفرحه هيك عليك قد مبسوط بهالشيء. كيف عم تستعدوا لاستقبال تيم؟ والله اكيد في فرحه كبيره وعارمه، وتحديدا انه هذا القرار يعني هو نحن تأنينا كثير لحتى اخذنا قرار الانجاب بعد 7 سنين من الزواج. فلما قررنا انه بدنا نجيب تيم قررنا نجيبه لانه نحن صرنا بحاجته، يعني صرنا بحاجة هيك مخلوق جديد نتعاطى معه، نحاول انه ننشئه بطريقة بتشبهنا الى حد ما، ويعني عم نحضر بقمة الخوف بقمة الحذر تجربة جديدة ما بنعرف عنها اي شيء. بنسمع انه شو بصير لما بيولد، شو بصير لما كذا، هاي التفاصيل، بس نحن ما عنا خبرة بالعلاقة مع هذا النوع من التجارب. فانا كل يعني ترقب وتشوق اني خوض هاي التجربه، وان شاء الله اقدر اكون يعني اقدر اكون ايجابي بالعلاقه مع تربيه طفل وانشاء طفل. يعني لما تكون في مرحله انه حمل وولاده اكيد بيختلف شعورك تجاه زوجتك، يعني حلا رجب هذا الشيء بيتغير عن الحياه العاديه الروتينيه لما تكون هي حامل وعم تستنى انت ابنك اذا بدنا نقول؟ لا هو في شيء يعني بالضروره في شيء بيتغير، بس بيتغير باتجاه انه شوف هو الاشياء اليوميه التفاصيل اللي لها علاقه بانه انا حاول انه هي ما تتعب، حاول انه انا وياها نحاول انه ندير بالنا على صحتها، ندير بالنا على صحته، نحاول تتغذى منيح، نحاول نشوف دكاتره بحيث انه ندير بالنا على كل التفاصيل ونحيط فيها. هي هذا الانشغال، هو هذا من الاشياء الجديده. قيمك على المستوى العاطفي طبعا، انه انت بلحظه بتحط ايدك هيك على البطن عم تجيك رفسه من شخص انت ما بتعرف شكله، ما بتعرف مين هذا، احساس غريب غريب وهيك دافي كثير. بتحس انه في قيمه جديده انضافت لحياتك، تستحق هاي القيمة انك انت تكون مشانها احسن يعني، فبيدفشك لقدام، بخليك تحس انه بدك تبذل جهد اكبر لتكون احسن، لحتى يضل يشوفك منيح، لحتى يكون هو منيح، يعني هيك مجموعة من المشاعر مختلطة مع بعضها، يعني بين الصحة وبين ان شاء الله الله يا رب هيك يجيبه كامل يعني مثل ما بيقولوا بخير وسلامة ان شاء الله، وكل شيء ثاني يعني مقدور عليه. طيب يا ابو تيم ليش تيم؟ يعني ليش اخترتوا اسم تيم؟ في قصة معينة متفقين انت وحلا ولا شو الترتيب؟ هو ليك نحن تخربطنا كثير. اول شيء كنا نحن عم نحضر حالنا على اساس انها بنت، وكنا مسمينا ومرتاحين. فكرة تيم انا من انا وصغير بينادولي بكنوني بابو كذا، هو مانو تيم. فصار في اول شيء الاسم معناه باللغة العربية هو درجة عالية من الحب، فهو كثير معناه حلو. التيم هو معنى كثير عظيم وعميق، ونحن بنآمن فيه، يعني بنآمن بالحب الى اقصى درجاته. واسم لقى صدى ايجابي عند رفقاتي ورفقاتها واهلي واهلها. غربلنا شيء 20 30 اسم، نقي اسم يصير في عليه مثلا اختلاف، نصهم يحبوه نصهم ما يحبوه. بعدين وصلنا لتيم لقى اجماع عند كل لو كانت بنت شو كنت راح تسموها؟ كارما. طب شو هو الشيء اللي راح تعلمه لتيم يعني بس يكبر؟ اول شيء راح تعلمه اياه من اب لابن؟ والله هو لأقول لك شغله، بجوز لاقي هو اللي عم بيعلمني، يعني انا بدي اياه هو يكون يخوض تجربته، يطلع هو بالنتائج اللي بتخص تجربته. ما بدي افرض عليه، هاي اهم شغله، ما بدي افرض عليه خلاصه تجاربي انا، لانه هذا واحد من المشاكل اللي بنوقع فيها مع اهالينا. يعني بدي احاول اتجاوز هذا الموضوع، انه مو بالضروره رايي انا بالحياه يكون هو رأيه بالحياة، لازم هو يخوض تجربته ويشكل هو انطباعه ويشكل هو رأيه. اللي بدي احاول اقول له اياه انه يحاول يعمل اكثر شيء بيفرحه بالحياة، بحيث ما يضايق ولا يأذي اي حدا، يمارس حريته الى اقصى درجات بدون ما هي الحرية تأثر على حرية الاخرين. هذا بس اللي انا فيني احاول اني اقنعه فيه، يعني بدي اشوف اذا بيقتنع اصلا ولا ما بيقتنع. بس فكرة انه انا اعلمه هو، يعني انا بدي هيئ له المناخ لحتى يعرف هو يتعلم. اما اني انا علمه ما بامن انه نحن بنقدر نلقن اولادنا معلومات انه اعمل ولا تعمل وساوي ولا تساوي، لا هو بده يختبر بتجربته ما هي الاشياء التي يجب عليه ان يفعلها والاشياء التي لا يجب عليه ان يفعلها، تجربته غير تجربتي. يعني بفهم من حكيك انه مثلا مو ضروري انه انا ممثل ابني يطلع ممثل، ما لك من هي النظريه ابدا؟ لا لا طبعا لا، واذا بده يكون ممثل هذا خياره، واذا بده يكون ما ممثل هذا بده يكون دهان هذا خياره. مع الاحترام لكل المهن، اي مهنه بيستمتع وبينبسط فيها هو وبيلاقي حاله فيها يعملها.
بدي اتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله تيم يجي على خير وتفرحوا فيه ويربى بعزكم ودلالكم. بدي اتشكرك كثير كثير، استمتعت معك بالحديث الفنانه زنخلي، كنت معنا على موقع فوشه، شكرا كثير لك. شكرا لك، وانا كمان استمتعت معك بالحديث، شكرا لفوشه.